بهادي بالحلقات الأولى، ولقيت حالك بالتخت مع يورجو. مش عيب هذا الشيء؟ كتير ما في لبنانية بتعمل هيك. في كتير عالم بيعملوا هيك، وإذا عم تاخدي رأيي أنا الشخصي، الشخصي ما في شيء اسمه عيب بالدنيا. إنسان لازم يلحق إحساسه، يعمل يلي بحبه. بس أي إحساس وأنت سكرانة؟ بغض النظر عن هيدا الموقف، عرفتي بالذات يعني أنا بس إيه، بس إيه لما بيسكر الإنسان بيقدر يعمل كتير أشياء هو ما بحب يعملها بحياته، وممكن يعمل اشياء عباله يعملها بس ما له عين يعملها بحياته. بس انت رجعتي لمت حالك كثير، طبعا عملت حالك المسؤوليه وقلتي له انا اللي غلطت، انا اللي سكرت، ما كان لازم اعمل هيك. صح، ورطتك بانه ورطت حالي وعرضت حالي انه ممكن، يعني الشخص لما بيسمح انه يشرب اكثر من الحد اللي بخليه بطاقته، يعني معناتها عم بيعرض حاله لخطر، عم بيعرض حاله انه يعمل اشياء هو ما بحب يعملها، عم بيعرض حاله انه يعملوا فيه اشياء هو ما بده اياها، وعم بيعرض حاله ل نوع من الذل، انه انا بطلت انسان قادر اقول لا او قادر يكون عندي ردة فعل. هيك سيدنا المسيح قال قليل من الخمر يشفي غريب الانسان. انت مع السيد المسيح ودوارتك؟ انا مع كل شيء بيبسط الانسان. انتبهي يعني حتى مش اليوم واحد عباله يسكر لينطفي ليقعد بارضه، اوكي يحط حاله ببيئه انه هو منه معرض للخطر، مش بالطريقه عم بيعملها ويعملها. انت شو عبالك تعملي بالدنيا؟ تكوني مرتاحه، يعني تكوني مبسوطه. كامل للانسان بس بشرط انها ما تعتدي على حريته. اكيد. اوكي موافقين. بمسلسل مش انا بس بدي اقول لك شيء، انا قلت لساره ما في شيء، ما حضرت اسئله. انا عاده بحضر اسئله وما بحب حوارها لانه انا معجبه فيك كثير حبيبتي جدا. انا ما بحضر لبناني وبحضر قليل، بساير بعض اصحابي بالوسط الدرامي، بس بالحلقه الثانيه الثالثه بلغهم انه انا وقفت، سوري مش قادره اكفي لكم. ولو ما سارة ما حضرتك لانه كنت يعني لك جميل سارة، وانه شو بدك تكون عم تعملي يعني ما مثل هاللبنانية. حقيقة فوجئت وفرحت وحسيت بالامل انه بيصير عنا صناعة درامية لبنانية. كنت شفت قبلك امير الليل وفرحت فيه كتير، لمنى ضايع ورامي عياش والمجموعة الرائعة وتبعته والباقي ما عم بقدر. بتحبي منى ضايع؟ اكيد منى من الاشخاص اللي بيكتبوا حلو. حلو قد ايه؟ وفي 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 نوع من الذكاء بالطرح تبعها، ومبين انه شخص مثقف عم يكتب، وعندها كمان النفحه المهضومه. يس عرفتي؟ يعني بيكون ما شفتيها هي برامي؟ بأمير الليل في كذا مواقف هيك، ليش الام ما كان كاركتيرها مهضوم ايش جديد، وقبل عامله غنوجة بيا، عامله كثير اشياء منى فيهم الكوميدي، عندها روح الكوميدي. من غيرك بيعمل كوميدي؟ كوميدي بيور كوميدي. كتاب بلبنان ما تزعلي لانه بالعالم حتى ما في كتاب كوميدي كثير. لا ما بعرف كيف بتعرفي تنقلي من كوميدي بموت من الضحك لتراجيدي بتموتين من البكي؟ ايه ما بعرف، بس بحبهم هول، يعني بحب حتى في اوقات مواقف بتكون كتير 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 بتحزن، وانت مقهوره ومقهوره، وبينتهي بقفشة هيك هضمني انه بس ليرخي شوي، انه مش كله غم بهم. لا انا بتبع نصي مثل ما كاتبه. مثل ما كاتبه. هلا كلمه بزيد كلمه بالناقص ايه، بس انه لا ارتجال لا لا ابدا. تلعبي بصوتك كثير؟ لا انا بس يكون في ايموشن، بس كون كثير توترت وانقهرت وكذا هو صوتي بيرجف لحاله، مش انا ما بقدر رشفه يعني. بس اذا بس انا لما بتشوفيني عم ببكي بكون عم ببكي عن جد، ولما ابكي عن جد خلص صوتي ببطل عندي كنترول عليه. لا لا مو بحط قطرة. انت بتبكي بتبكي؟ انا ببكي. خلي عينك على الجرس.